بسم الله الرحمن الرحيم، الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مواصلة شرح الشابتر 5 Stability of Feedback Control System من مقرر الأوتوماتيك كنترول. محدثكم دكتور منجي محمد زيدي. هنا let us continue with the Roth criterion. We have an example. And هنا لابد أن نذكر أننا دوما مع شرح قانون روث أو روث كريتيريون، قانون روث. I have an example. In the figure below, determine the range of k for the system to be stable. يعني هنا عطاني نظام k over s, s plus 1, s plus 2. والسؤال يقول لأي range of k، يعني أعطيني، أحصر لي الk التي تعطيني نظام مستقر. Okay؟ هذا هو السؤال. هنا أول شيء لابد أن نقوم به هو كيف نحسب الترانسفير فانكشن، وهي بطبيعة الحال k over s s plus 1 s plus 2 تقسيم 1 زائد k over s s plus 1 s plus 2، وبعد يعني some mathematical step I can get this characteristic equation. So the characteristic equation of my system is هي المقام، يعني لازم أسوي المقام يساوي صفر، وهي s cube plus 3s square plus 2s plus k equal to 0. بطبيعة الحال هنا أصبحنا نعرف كيف نعبي جدول روث. اللاين الأول نعبيه بالواحد واثنين وصفر، وهي رقم واحد وثلاثة وخمسة. واللاين الثاني نعبيه برقم ثلاثة، هذا يعني الكوفيشنت الثاني، والكوفيشنت الرابع وهو k، ونعبي باقي خانات الجدول. هنا هذه الخانة بعد أن نحسبها صح ستيجي يعني 6 minus k على 3، والخانة الأخيرة ستكون k، وباقي الكوفيشنت هي أصفار. كيف نستخلص أو كيف نستنتج استقرار النظام أو غير أو من عدمه، يعني نظام مستقر أو غير مستقر؟ قلنا أنه لازم ال first colon should have the same sign، وبالتالي يعني عندي 1 is positive 3 is positive، لازم تكون 6 minus k over 3 should be positive and k should be positive. If I make this condition I will get k should be positive and 6 minus k over 3 should be positive, so that k should be between 0 and 6. يعني هذا المجال أو هذا الرنج للk بين 0 و 6 يعطيني نظام مستقر، otherwise the system is not stable. يبقى هنا يعني أطراف الرنج، أطراف المجال، وهي الk تساوي 0 والk تساوي 6. إذا الk تساوي 0، في حالة أن الk تساوي 0، الكاركتريستيك إكواشن تصبح من هذا النوع. وبعد أن يعني نحل الكاركتريستيك إكواشن أو نأتي بجذورها، سأتحصل على s equal to 0, s equal to minus 1 and s equal to minus 2. إذا أردنا أن نرسم هذه الجذور في 2D dimension imaginary as function of real part، الجذر الأول هو صفر، هذا الجذر الأول، والجذر الثاني minus 1 و minus 2، هنا minus 1 minus 2. بطبيعة الحال الجذر الثاني يساوي minus 1 والجذر الثاني يساوي minus 2، أما الجذر الثالث وهو يساوي صفر. وهنا بالنسبة للجذر minus 1 والجذر minus 2 لا مشكلة، لأني موجودة in the left hand side. هذا الجذر موجود على الإيماجينري أكسس، وهنا نقول أننا على حافة الاستقرار، يعني إذا تحرك هذا الجذر بقليل هنا يصبح النظام غير مستقر، وهنا نتكلم على marginally stable. The system is marginally stable. ثم الطرف الثاني وهو أنه إذا الكي تساوي 6، لأنه نذكر بالمجال كي إكوال تو 0 كي إكوال تو 6، هنا النظام مستقر، هنا غير مستقر، هنا غير مستقر. في الكي إكوال تو 0 مارجنال ستيبل كنا تكلمنا عليه، وفي الكي إكوال تو 6 بعد ما نحل من جديد الكاركتريستيك إكواشن تصبح الجذور عندي ماينس 3 بلس جي روت سكوير أوف 2 and ماينس جي روت سكوير أوف 2. إذا أردنا أن نرسم هذه الجذور عندي الجذر ماينس 3 ثم الجذر بلس جي root square of 2 and minus g root square of 2. هذه الجذور موجودة على ال y axis، وبالتالي نقول إيش؟ نقول أنه the system is marginally stable. يعني marginally stable يعني إيش؟ يعني إحنا موجودين على حافة أو على شفة اللا استقرار. إذا تحرك هذا الجذر هنا يصبح النظام غير مستقر، إذا تحرك ببساطة هنا أو بنسبة قليلة أو بمسافة
صغيرة يصبح النظام stable، وهنا بطبيعة الحال unstable. Thank you very much for your attention.